عن السجود سجود التلاوة، هل يسجد القارئ حسب حاله أم يلزمه أن يتوجه إلى جهة القبلة؟ أحسن أن يتوجه إلى جهة القبلة إذا أمكن، ويجوز أن يسجد إلى الجهة التي هو يسير إليها إذا كان يسير في سفره ويقرأ القرآن، فيسجد إلى الجهة التي هو متوجه إليها. أما إذا كان في غير حالة سير أن يكون جالسا يقرأ القرآن، فالأحسن أن يسجد إلى القبلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.